انتهينا كل ما قالتها وراحت وانا ماني قادر افهم شنو يعني انتهينا يعني ما عدنا حبايب وانهدم كل شي فينا المحبة والاماني والسنين اللي قضينا للشعر فرسان والناس تميل للشعر الشعبي لأنه فعلا يتكلم بلغتهم ولهجتهم في حياتهم اليومية ويعبر عنهم بواقعية ضيفنا اليوم فارس من فرسان الشعر الشعبي ولقب بالعرب تميز بشعره الجميل وكلماته العذبه والواقعيه له شعبيه كبيره على مستوى الوطن العربي وتغنى بقصائده العديد من الفنانين الخليجيين وشارك في التحكيم بلجنه المسابقات الشعريه يحمل صفات الشاعر المتميز والاستثنائي ضيفنا اليوم الشاعر ناصر السبيعي لحظة لحظة من عطاك الحق تنساني وتروح تنهي أحلامي معاك وكل عمري واللي عشته من سنين وحدة وحدة حتى أستوعب كلامك والجروح أنت فاهم شنو يعني انتهينا هيك حتى أستوعب كلامك والجروح أنت فاهم شنو يعني انتهينا شنو يعني انتهينا بكلمة ابو فهد حياك الله معنا في برنامج اسفرت انا جدا سعيده اليوم بهذا اللقاء كون لقاء مع عراب الساحه الشعريه الاستاذ ناصر السبيعي اللي يعد فعلا او يعني انت تعد من نجوم الشعر الشعبي من الثمانينات نقول مؤثر وحقق نجاح كبير على مستوى الشعر والثقافه ولك انتشار وشعبية وجماهيرية على مستوى العالم العربي فأنا اليوم راح أعتبر هذا اللقاء من اللقاءات المميزة في برنامج أسفرت حياك الله معنا يا مرحبا وهلا فيك تلفزيون الكويت وأنا اللي سعيد جدا أني أنا موجود اليوم في هذا البرنامج الجميل والجميل حتى باسمه يعني تسلم يا ابو فهد ويمكن وايد من الشعراء نلاحظ انهم يبدون باسم مستعار او يختارون اسماء مستعاره كبدايه وانت في بداياتك اخترت اسم النديم. صحيح. اول شيء ابي اعرف ليش هذا الاسم بالذات؟ طبعا يعني اختياري لها كان في سن مبكره يعني يعني ما كان بوعي كامل يعني لو كنت انا الان موجود نعم. ما حختار اسم مستعار. وطبعا كان من الاشياء المهمه انه كان لجس النبض يعني هل ما أقدم كان جيد أو غير جيد قبل لا أطرح اسمي أصلاً يعني وكنت أنا أيامها يعني أسمع قصائد لدايم السيف اللي هو الشاعر الأمير خالد الفيصل نعم. إيه فكان يكتب اسم مستعار دايم السيف وكنا نعرف إنه هو خالد الفيصل فحبيت يعني هبت الأسماء المستعارة أيامها يعني نعم. اخترت النديم كنت أيامها أقرأ يعني بعض الكتب وكذي فمر علي اسم اللي هو على ما أعتقد اسم عبد الله النديم هو معاصر يعني ويعني شخصية ثقافية جميلة يعني تأثرت فيه في ذلك يعني كنت الوقت. حبيت بهذيك الفترة يعني كنت أقرأ له وكان الاسم حلو بالنسبة لي يعني موسيقي النبي كثر أخذ يعني. معك الاسم لغاية ما أفصحت عن اسمك الحقيقي طبعا كنت أنشر أيامها في جريدة القبس الكويتية فكنت أنشر بهذا الاسم المستعار يعني وبعدين قاعد أشوف أنه في إعجاب يعني في فيما يعني كنت بهذيك الأيام أكتبه يعني واستمرت فترة طويلة بعدين اكتشفت أنه لازم أحتك بالشعراء ولازم أقعد معهم اللي كانوا ينشرون أيامها بهذيك الفترة يعني حتى من الصعب علي اني انا اكون باسم مستعار واتواجد معاهم زين فاضطريت اني انا اسوي لقاء وافصح الاسم يعني وكنت اعتقد اني مسوي مفاجاه كبيره يعني هي اتوقع آه فعلا اللي يعني, يعني كانت مفاجاه كبيره يعني والناس اللي تقرا لك وتتابعك اكيد كان عندهم فضول ويتعرفون على شخصيه ناصر السبيعي الحقيقيه استاذ ناصر ايضا نقول عن الكويت يمكن من البدايات اهتمت بالادب والشعر والشعراء والشعر ايضا شلون كان هذا الاهتمام فعلا لاثره وانعكاسه على بروز العديد من الاسماء على الساحه الكويت طول عمرها يعني والكل يشهد بالشيء هذا صحيح. يعني مناره الادب والابداع والثقافه الكويت هي مجله العربي الكويت هي المسرح الجميل اللي كان كل الوطن العربي تابعه الكويت هي كانت مكان للطرب العربي الاصيل الكويت هي جمال الاغنيه اللي وصل الى المغرب العربي وصل الوطن يعني العربي كله، فالكويت ولاده يعني طول عمر الكويت يعني التركيبه الكويتيه يعني خلطه عجيبه يعني. فالكويت اغلب الشعراء يعني حتى اللي ما كانوا من الكويت يعني كانوا من دول مجاوره، خرجوا من الكويت يعني كان الاعلام الكويتي مؤثر جدا يعني. بأيامها يعني. هو اللي يسلط الضوء على الناس المشهوره طبعًا ويبرزهم طبعًا اكيد طبعًا هل فعلا كان هناك في ذيك الفتره تنوع كبير من الشعراء ورغبه للشعراء بالظهور ولا كانت على استحياء خلينا نقول في بدايات بال بدايه طبعا احنا نتكلم عن جيلنا يعني احنا احنا نعم كجيل يعني جيل يعني انا اعتقد ان جيل الثمانينات يعني اواخر الثمانينات كان جيل مجدد يعني هو اللي احدث هذه <applause> هذه الثورة الجميلة في الشعر العامي وقرب ما بين اللهجات وخرج باللهجة البيضاء يعني صحيح. فكان في شعر التفعيلة والشعر العمودي وشعر الأغنية كان وصلت إلى الأمسيات يعني كانت ما م. كان موجودة ومتعارف عليها كأمسيات شعرية أيضا صناعة الإعلام الشعبي خرجت المجلات وقتها مجلات مطبوعات خاصة بالشعر الشعبي والشعر العامي بالموروث فكان هذا الجيل هو جيل مجدد يعني فكان اغلب الشعراء اليوم والنجوم الموجودين كلهم بداوا من الكويت يعني او غالبيتهم اخذوا من النجوميه من خلال الاعلام الكويتي. جميل، انت مع هذا التجديد؟ طبعا اكيد ان انت بديت معهم في هذه الساحه لكن ظهرتوا في ذيك الفتره الثمانينات ما واجهتوا انتقادات كونكم جددتوا بالشعر، دخلتوا الوان جديده بالشعر، ولا مرت بسلاسه والناس تقبلتها في ذاك الوقت؟ آه لا بالعكس يعني يمكن كان الشعر الـ يعني الـ احنا نسميه الشعر العمودي او الشعر النبطي كان له شعراء النبط، وكانت صحيح من اهم البرامج اللي كانت تعرض على الشاشات التلفزيونيه في دول الخليج كلها، كانت متابعه تستقطب يعني المشاهدين ومحبين الشعر في دوام مجلس الخليجي يعني كبرنامج دوام شعر النبط بالكويت كانت موجوده وكانت تفي بالغرض اللي موجوده عشانه يعني وهو الشعر الموروث والشعر النبطي والشعر يعني ال... ما بين شعر جديد يوصل لكل كان عندنا نزعه ما بين يعني هذا الشعر ما بين شعر جديد يوصل لكل شرائح المجتمع صحيح زين احنا نبي نوصل للكل نبي نستخدم لهجه او لغه واصل للجميع فكنا احنا صرنا بالنص لا رابطه الادباء تقدر تاخذنا معها هذا معاها أقصده ولا دونات شعار النبط تبي نعم تاخذنا معها فجينا في النص فكان لابد من ان نحقق لنا منصه خاصه فينا من هنا قدرنا نطلع بالمجلات اللي هي بعدين احدثت هذا جميل التنوع الجميل وفي ذاك الوقت كانت الصحف والمجلات في اوجها يعني الناس تتعطش لاقتناء الجرائد والمجلات هم هذا كان له دور في انتشار الشعراء في ذيك الفترة طبعا بس في البدايه طبعا عانينا على ما صنعنا يعني منصه خاصه فينا يعني كانت واحنا في بلد اللي فيه الصحافه يعني هي يعني تقريبا الاولى على الوطن العربي، الصحافه الكويتيه يعني كانت صحافه مهمه جدا يعني مقروءه في الوطن العربي بهذيك الفتره يعني وكان الكل يقتني المطبوعات الكويتيه كانت في مجلات والجرائد اليوميه والصحفيين معروفين سواء كانوا من الوطن العربي او من مستوى الحريه مفتوح مستوى الحريه والآخر كانت يعني هي مناره الصحافه فكيف انت تقدر تحط لك منصه خاصه فيك باعلام الشعر والاعلام الشعبي من خل... نعم وسط هذا الكم الكبير من المطبوعات المهمه جميل استاذ ناصر السبيعي انت عراب الساحه الشعبيه خلينا نتكلم عن هذا المفهوم والوقت اللي لقب لقبت بالعراب ايش كثر اثر فيك ايش كثر غير داخلك كشاعر ولا الاسماء والالقاب لا تؤثر على نفسيه واداء الشاعر شوفي انا يمكن انا اميل للشعر اكثر اني اكون شاعر بس يعني شاء القدر اني انا يعني اكون ناشر يعني يكون عندي مطبوعه واهتم في تقديم الشعراء فكنت اركن نفسي كشاعر واتفرغ لمساله يعني محاوله بروز نجوم جدد شعراء مبدعين الى اخره انك كنت تحب تبني الاسماء إيه الجديده اعتقد انه يعني ان اطلاق الجمهور متابعين الشعر هذا الاسم علي لاني انا يعني كنت يمكن اكون تقريبا الوحيد اللي ساهم في بروز اغلب الشعراء الموجودين نعم. فيعتبر يعني العراب هو القادر على صناعة نجوم القادر على إبراز نجوم جدد وزجهم بالساحة يعني أعتقد هالتسمية جت من هذا من هذا العمل بالذات من يعني هذا العمل. يعني أنا تخصصت في في هذا المجال يعني أغلب الشعراء الموجودين كانوا من خلال مجلة المختلف أو كانوا من خلال نعم. الأمسيات اللي نقيمها أو حتى قبلها كنت أنا في جيلة السياسة كان صفحه شعر في جريدة السياسه الكويتيه نعم ابو فهد في ذا يعني الانسان لما يكون متميز ويعني متخصص في مجال معين في في الساحه انت شاعر مو غريب ان انت تتبنى الشعراء الاخرين يعني في ناس عندها يمكن احساس بان هي تكون الوحيده على الساحه بالعكس ممكن ما أقول حارب الاسماء الاخرى لكن على الاقل ما يساعدها على اساس يظل هو المتفرد هو المتميز على الساحه شو اللي خلى ابو فهد يكون عنده هذا التوجه انه يتبنى الاسماء الاخرى ويبرزها من خلال عملي من خلال مجله يعني انا كنت لازم يعني لازم اقوم بعمل ناجح وعمل يعني صعب جدا مثل ما قلت لك يعني وسط المطبوعات كلها انت تقدر تبرز صحيح من خلال مطبوعة يعني أنت تبنيتها يعني تقف خلفها بامكانيات بسيطة فكان لابد أتفرغ لهذا العمل نجاحي في مجلة المختلف كان بالنسبة لي أهم من نجاحي كشاعر فكان كل شاعر ينجح كان يعتبر نجاح لي أنا الله يعني أي فأنا كنت أنظر للشاعر اللي ينجح أنا نجحت معه لو كنت أنا شاعر بس من غير مطبوعة يمكن أدخل فيها اللعبة هذه أو لا يمكن ليش لا بالعكس يعني اعتراف جميل ممكن اي شخص ثاني يقول العكس لا بالعكس ممكن يعني انا اكون كشاعر مهتم في كشاعر احب اكون الاول وليش اعرض نفسي على على الناس جميل ابو فهد نوقف عند مجله المختلف طبعا اللي كانت تعتبر الاشهر خليجيا وحضرتك اسستها وترأس تحريرها وكانت مجله مختصه بالشعر في ذاك الوقت طبعا ونقدر نعتبرها انها كانت الابرز. شنو العوامل اللي ميزت مجله المختلف واللي خلت اغلب الشعراء يتمنون انهم ينشرون قصائدهم في هذه المجله بالذات. طبعا هذا السؤال جميل جدا وجديد بالنسبه لي يعني. آه يمكن لو بوقتها انا ما جاوبت على هالسؤال هذا, هذا. لانه يعتبر سر يعني سر آه سر, سر, سر نجاح سر نجاح سر آه نجاح المختلف <تصفيق> <تصفيق> نجاحي انا كناشر من خلال مجله المختلف هو ان المجله كانت تهتم بصناعه النجوم نفس ما قلنا قبل في السؤال يعني كانت المجله هي تصدر الشعراء فكان كل شاعر يحلم بان يخرج من خلال البوابه هذه كنجم يعني تكاد تكون الوحيده اللي ابرزت يعني هذا الكم الكبير من الشعراء فكانت مهمتنا هي ابراز النجوم مطبعات الاخرى هي عرض الشعر، عرض جمال الشعر، عرض القصائد، ما كانوا يهتمون بها الخاصيه هذه ان انا اكتشف شاعر جديد واطلقه كرجب نعم فاحنا صرنا بوابه يعني اللي من خلالها يبرزون الشعراء الموهوبين الجدد، فكنا كل سنه نقدم شاعرين، شاعر، شاعرين، نجوم جدد يضافون الى الاسماء اللي قبلهم يعني، فتميزنا بهذا المهمه هذه، فاصبحنا احنا يعني هدف لكل الشعراء الموهوبين في منطقه الخليج يعني كل واحد يبي يلقى الفرصه وإنه يبرز ويكون بجانب زملائه النجوم نعم. من خلال مجله المختلف فكانت هي حلم لهذا السبب جميل وهذا الحلم تحقق هل شفت ان هدفك تحقق من خلال يعني تاسيسك لهذه المجلة؟ اغلب النجوم الان موجودين نعم آه على الساحه آه اغلبهم كلهم كانوا من خلال مجله المختلف جميل آه استاذ ناصر بالرغم من يعني غزاره كتاباتك الشعريه الا انك يعني تختار عدد محدود ليتم غناها خصوصا مجال القصيدة المغناة خلينا نقول بالنسبة لك هناك العديد من المطربين المشهورين غنوا لك لكن نقدر نقول ان عددها محدود نوعا ما، ليش؟ هل انت ما تفض ما تحبذ او ما تحب ان القصيده تغنى تفقد شيء من جماليتها؟ بالعكس انا اشوف ان يعني الاغنيه هي تضيف للقصيده جمال اخر يعني. لكن القصائد نوعين نوع يعني يصلح يكون لمنبر يعني نوع يصلح للتاديب بصوت عالي منبري له دوره عمق جزالته وقصائد تحمل حس جميل يعني تقدر توصل للناس يعني فالاغنيه انا اعتقد انها تميل للجانب الثاني اللي هو الجانب الاحساس اكثر يعني فانا يعني مقتنع بان الاغنيه هي عمل مشترك ما بين الملحن والفنان والشاعر مو لازم تكون قصيده جاهزه يعني ممكن يكون في فكره جاهزه، مذهب اغنيه، بدايه قصيده وتسمعها للفنان يعني مو شرط تكون قصيده لا جاهزه تكون انت مكتملة. كاتبها ويتم غنائها وتقعد مع الملحن وتشتغلون عليها، نعم. الملحن ياخذك باللحن يعطيك ابعاد اخرى م. فتقدر تكتب بشكل اجمل واحسن، الفنان يسمع يقول والله لو تغير لي البيت هذا شوي ماني حاسس، ماني قادر اقوله، الكلمه م. هذه ممكن تبدل لي اياها، فهي عباره عن ورشه عمل ورشه العمل بحاجه الى تفرغ انك تكون متفرغ يعني دائما تكون متواجد مع الملحنين ومع الفنانين تعطيهم وقت كافي من اجل اغنيه عشان واحده لا من اجل مجموعه اغاني عشان تشتغل في مجال الاغنيه نعم فانا الفتره هذه اخذت وقت كثير مني اني يعني اقعد مع الملحنين ومع الفنانين وانا بنفس الوقت عندي مجله وعندي شعراء وعندي اعمال ما ثانيه صحيح. فكان من الصعب انك انت تجمع ما بين هذا وبين هذا فكنت اعطي شويه وقت لي شويه اقتنيه ما ضبطت معي فابتعدت شوية عن الأغنية وتفرغت للمجلة لا ما هذا ضبطت تالسلح. معي هذه تواضع أنا عموما عندي <applause> أسئلة أكثر عن الأغنية المغناة لكن بعد هذا الفاصل وأسفرت ليلتنا اليوم وهذه الليلة الشعرية مع عراب الشعر الأستاذ ناصر السبيعي أبو فهد قبل الفاصل كنا نتكلم عن القصيدة المغناة وهذا يجرني إلى بعض تجارب الشعر الغنائي اللي او القصائد اللي انت كتبتها وتعاونك مع فنانين مثل عبد الكريم عبد القادر والفنان عبد الله رويشد وراشد الماجد يعني كلها اسماء لامعه وكبيره آه هل انت كتبت هذه القصائد تحديدا عشان يتم غنائها آه وليش الفنان عبد الله رويشد يحظى بنصيب الاسد من قصائدك؟ آه طبعا كل هالفنانين اللي قلتيهم يعني شرف كبير بالنسبه لي ان يعني قصائدي مرت من خلال اغانيهم الجميله لا. انا اشتغل اكثر شيء مع الملحن مع الملحن مع الملحن فنشتغل مع بعض اغاني لا. نشوف بعدين هذه الاغنيه الاغنيه ممكن تصلح حق عبد الله هذه الاغنيه تصلح حق عبد الكريم هذه تصلح حق راشد تصلح حق عصام الى آخرين من الفنانين يعني ما تختار في الاول ان هذا الفنان راح يغني هذه القصيده اللحن هو اللي يوديك للفنان يعني في هذه الورشه مثل ما انت سميتها او نعم الجلسه ما بينك وبين الملحن ما تكونون مختارين المغني يعني يكون في هذا فنان مستهدف يعني كنت انا طبعا نعم اكيد يعني كنت احب ان يعني اشتغل مع عبد الله هذه الفتره لاني نجحت معه في اكثر من عمل يعني وذقت طعم النجاح معه يعني فبالتالي يعني كنت حابب اني اكرر نجاح مع عبد الله يعني يمكن هو اكثر فنان اكد وجودي من خلال الأغنية هو عبد الله هل بسبب إحساسه ولا صوته الجميل؟ طبعا يعني أبو خالد يعني عملاق كبير وإحساس رائع وشخص أروع يعني آه بالإضافة إلى أن أبو خالد يعني آه سهل التعامل يعني كنا نقعد مع بعض أصبحنا أصدقاء من خلال الأعمال عبد الله آه أيضا يعني حساس وعارف بالضبط شلون يختار أغاني يعني اشتغلت طبعا مع ملحن اكثر شغلي كان مع الملحن عصام كمال في البدايات كنا مع بعض شكلنا دوتو مع بعض نعم فكانت الـ الـ يعني كان يسمع للفنانين طبعا ابو خالد نعم. يعني له نصيب الاسد عبد الله يعني والاستاذ عبد الكريم طبعا تشرفت جدا ان انا يغني لي يعني هذا الهرم الكبير والفنان اللي يحظى بمحبه كل الوطن العربي أه الملحن هو اللي يوصل الأغنية للفنان يعني هو عارف طبقة الفنان هذا وين عارف اللون اللي يحبه الفنان يروح يسمعه سمع لي والغيري طبعًا يقول له أنا عندي إيش عندك عصام والله عندي كذا أغنية هذه كذا من كلامه هذا ناصر السبيعي هذا من كلامه هذا كلام علي مساعد كلام فلان كلام فلان فيبدأ الفنان يختار طبعا الفنان لما ينجح مع شاعر يعني يبدا يشتغل معاه يبدا يهتم تكثر التعاونات بينهم يعني الاغنيه تضيف للقصيده جمال لكن مثلا انت تكون عندنا اعتبر أنها عندي بعض قصائدي يعني كانت تعتبر من اهم القصائد عندي م -م. بس انا لما كتبتها ابدا ما فكرت انها تكون اغنيه نعم. واصلا انا اشوف انها ما تصلح تكون اغنيه بس احيانا لما تشتهر هذه القصيده وتنسمع الفنان يطلبها يقول انا بهذه القصيده انت ما تقدر تقول له يعني ما حتنجح القصيده هذه صح. يعني انت تحسها ما حتنجح يعني تحسها شوي غلجه شوي صعبه يعني والاغنيه تبي كلام البسيط السهل المتنع يعني اللي يوصل للناس واحاسيس الناس لان متابعين الاغنيه يختلفون تماما عن متابعين الشعر ليش؟ مم. لان متابعين الشعر يتابعون الشعر بس متابعين الاغنيه يتابعون الفنان يعني نعم. ما ممكن تسوي امسيه ما يحضرون لك انت بس يحضرون حق الفنان صح غالبيه المجتمع يتابعون الاغنيه فبالتالي غالبيه المجتمع اغلبهم ما له في الشعر كثير يعني القصائد الصعبه ما يهضمها بسهوله يعني لكن يهضم الكلام البسيط السهل الممتنع فانا اعتقد ان الاغنيه خاصيتها يعني لما تبي تشتغل اغنيه تشتغلها ككلام جديد هذه وجهه نظري يعني. وفي اغنيه كتبتها حسب المعلومه اللي عندي يعني او اللي وصلتني ان النص اخذ الفنان عبد الله رويشد لكن ملحنها عصام كمال اعطاها لفنان اخر. والله شنو الموضوع ابو فهد؟ شوفي اول شيء يعني انا عندي عبد الله بالنسبه لي انا شخصيا خط احمر يعني آه يعني خط احمر عبد الله له نصيب الاسد يعني نعم شرب كبير يعني بالنسبه لي. لكن في اغاني في اغاني ممكن تكون اقرب حق ابو خالد بس ابو خالد يعني من الصعب جدا انه يعني ياخذ ثلاث نصوص دفعة واحدة ولا ثلاث <applause> اغاني في موسم واحد ولا <applause> حتى اربع اغاني في موسمين ممكن ياخذ لك يعني عمل واحد عملين واحنا بهذيك الفترة كنا نشيطين يعني فنعمل اربع خمس اغاني يكون منهم ثلاث اربع مناسبين حق عبد الله راح ينجحون مع عبد الله اكثر صح لكن عبد الله راح ياخذ منهم واحدة وخلهم انت سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات وبعدين ياخذ ممكن ياخذ واحدة ثانية فالواحد يكون مستعجل ما دام عبد الله ما اخذ هذه انا وديها حق مكان ثاني توديها حق مكان ثاني ما تنجح تقول يا ليت انا نطرت شويه ثلاث اربع سنوات ما عليه خليتها وبعدين رحت وعرضتها على عبد الله نعم. يعني يمكن يكون من هالباب هذا صار بعض المواضيع مثل نعم. كذي فهد انت كلمتنا او خليتنا نتعرف على جزء من شخصيه الفنان عبد الله رويشد من خلال حوارك ابي تكلمنا شوي عن الفنان الكريم عبد القادر ايضا انا لو حرف واحد غنالي عبد الكريم تاريخي الله. يسوى التاريخ كله يعني. <applause> تاريخ الأغنية يعني اليوم منو ما يتمنى أن الصوت الجريح والجميل عسى الله يطول عمره أبو علي. خالد يغني له يعني الكل يتمنى أن أبو خالد يغني له يعني قصيدة واحدة يعني أبو خالد من بعيد تشوفه يعني من الصعب جدا أنك أنت تخترقه بس لما توصل لابو خالد تقعد معه هو انسان بسيط جدا يعني <applause> ابسط مما تتصور، هذا العملاق الكبير العظيم فنيا زين هو انسان بسيط ويحب الشعر ويعني ويعرف جماليات الشعر، فصارت الفرصه ان نلتقي مع بعض يعني انا وابو اكثر من مره، طبعا مو من اول مره صار العمل يعني يم عندنا مره ومرتين وثلاث وأربعة وسمع شغله وشغلتين الين صار نصيب واشتغلت معاه يعني عملين او ثلاث اعمال بالنسبه لي انا كانت يعني مهمة جدا في مسيرتي الغنائية. ابي اعرف شعورك كشاعر لما تسمع قصيدتك تُغنى، يعني انا متأكدة انه شعور جميل، لكن ابي وصف من شاعر إحساسك في اللحظة اللي انت تكون قاعد تسمع قصيدتك وهي تُغنى، هل تسمعها اكثر من مرة؟ أه شنو شعورك من داخل؟ ابي تفصيل اكثر. طبعا يعني اذا كانت الاغنيه بالنسبه لي يعني احسها كلها ناجحه يعني نعم. اني انا حبيتها يعني اي يعني اسمعها يعني اسمعها اكثر من مره في اليوم يعني والمده طويله اسمع في الاغنيه مم. يعني احاول أجس نبض الاخرين تقبلهم للاغنيه كيف كانت نعم. الاغنيه بالنسبه لهم تاثيرها عليهم اشوف الاغنيه مثلا لما يغنيها الفنان في الحفلات كيف تجاوب الجمهور أنت. معاها يرددونها حاقينها طبعا طبعا نجحت ووصلت وصل لقلوب الناس عن طبعًا. طريق هذه طبعًا. القصيده طبعًا. قبل شوي فهد ذكرت ان موضوع الامسيات طبعا هي احد يعني عناصر انتشار الشاعر ومعرفه الجمهور في اهم خطوه ممكن يتخذها الشاعر ويمكن يعتبرها من درجات النجاح انه يشارك في الأسبوحات والامسيات الشعريه مواجهه الجمهور اعتقد انها شيء جميل يعني يقعد الشاعر وهو يواجه الالاف او المئات من الناس حتى نلاحظ حماسه الشاعر تزيد وهو يلقي القصيده مالته فخلنا نتكلم عن هذه التجربه وشلون لمست ايضا مشاعر الناس اللي انت تبنيتهم لما يصعدون على المسرح او او يقدمون امسيه شعريه طبعا الامسيات الشعريه هي حلم للشعراء عشان يواجهون الجمهور لكن هي اخطر شيء بالنسبه للشاعر. نعم. لان الامسيه اذا ما كنت قادر متمكن من ادواتك كفن فن الالقاء، أه. كيف تقدر تستوعب هذا الجمهور اللي قدامك، كيف تقدر تتفاعل مع الجمهور اللي قدامك، هي تشبه المسرح. يعني اليوم يفرق الممثلين العمل في التلفزيون ولا في المسرح، المسرح اخطر. يسمونه ابو الفنون. ويعشقونه يعني. اكثر. اي ويسمونه نعم. ابو الفنون لانه اخطر طبعا. انت تاخذ رده فعل مباشره من الجمهور. بالنسبه للشاعر الجمهور مواجهه الجمهور شيء مو سهل ممكن اصلا تاثر عليه كشاعر لو قدم امسيه وما لقى النجاح اللي يبيه راح يتاثر كشاعر في كثير من الشعراء بتعدم بسبب, بسبب الامسيات بسبب لانه هو شاعر جميل بس مو كل شاعر جميل يصلح يكون في امسيه انه يلقي القصيده انه يلقي لانه منبر يلقي منبر يعني نعم. في شعراء مهمين جدا خلينا ناخذ مثلا يعني من اهم الشعراء يعني القادرين على مواجهة الناس والمنبر مثلا الشاعر الله طول في عمره خالد بن هذال اللهم امين آه نعم. يسمونه شاعر الوطن في المملكة العربية السعودية والكل يعرفه يعني و وشاعر كبير جدا يعني شاعر يعني القاءه يعني ما يتكرر فبالتالي يعني يصلح للمنبر لكن مو كل شاعر في شعراء جميلين جدا 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 بس على المنبر اقل من شعره تقرا له احسن ما تسمعه في امسيه. ممكن تنصح شاعر انه يبتعد عن الامسيات يعني هل حصل انك انت نصحت شاعر أن يبتعد عن الامسيات؟ ما ما تقدر, تقدر الا لما تجربه يعني نعم يعني انت ما تقدر تقول حق شاعر والله انت ما تصلح حق الامسيات لكن لو فعلا شاعر جميل ومبدع وقدم امسيه وكان اقل من مستواه يعني قصيدته يعني ما اعطاها يعني حقها في الامسيه وما قدر يتفاعل مع الجمهور انا افضل اني ما اسوي امسيه. اذا ما كنت قادر اني اضيف نفسي كشاعر لا بلا منها يعني القيها بصوت يعني مذيع جميل وكذا قادر عليه يعني القيها بشكل حلو نعم. ويسمعون الناس انشرها مو لازم انا القيها يعني جميل. اذا ما ما كنت املك يعني ادوات الإلقاء, الالقاء هل هي فعلا الالقاء هو فقط الاداه المهمه لوصول القصيده الى الناس ولا في ادوات ثانيه الشاعر لازم يحرص عليها في الامسيه طبعا يعني. شوفي الاغنيه من اهم الادوات نعم القاء الشاعر يجي في المرتبه الثانيه بالنسبه لي انا يعني أوه. مهم جدا 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 كادوات للشاعر انه يقدم قصيدته للناس يعني ممكن يحبب الناس في قصيدته من خلال تفاعله وقفاته وين يعرف البيت المهم والبيت اللي اقل نعم. وكيف يختار قصيدته المناسبه في الوقت المناسب هذا مو يجي واحد ويلقي قصيدته ببرود وكذا، الجمهور من تفاعل الجمهور والمنبر والصوت العالي وكيف تخفض صوتك وترفع صوتك ولها لعبتها الخاصه يعني، اذا ما كنت تقدر تجيدها لا بلا منها، خلاص انشرها وخلي الناس تقراها وانتهينا يعني. خلينا نسمع إلقاء العالم انا عاد من النوع اللي ترى لأ يعني في الإلقاء ماني جيد يعني لا زين. انت جيد لكن الشعب. هذا مو أمسية فبالتالي لا. هذه من القصائد القديمة حلو عندي يقول كيف بكتب والقصايد شمس والمهموم عاري كل ما هميت في فكرة عصت ودمت يدي والمشاعر ما تعرف اللين وانصاف المواري جمرة لو شربوها البحر وسط الروح حية يا البعيده لو عرفتي كيف لهب الطواري والحشا عن صد بعض الحزن ماله مقدريه الله اكبر كيف وطل ود راسه للدواري والخوي بعد الموده صد وقفه عن خوية لا تقولي كيف مات النور ورمت بنهاري من عرفتك ما خبرت الصبح ولا الشمس حيه يومها بيدي وانا اللي ما ترددت بقراري قلت حر الصير وعيونك هي للقلب فيا كنت احس اني لمست الغيم وتعبت المساري من كثر حزني اعد اخطاي وسمي علي مير ما فادت مع الفارس معادير الصحاري من قبل عذر الصحاري يرتوي بالمهمهيه لو عرفتي سر ضعفي فيك واسباب انكساري ما وقفتي معشق ايامك ونزواتك علي لو عرفتي كيف كنت اخسر وانا اشوف انتصاري كيف كنت السيل والجاني وجرحك والضحيه صح لسانك يا ابو فهد جميله جدا شنو اسمها القصيده هذه اسمها البعيده البعيده ابو فهد في الزمن القديم كان في شعراء يكتبون شعر الهجاء طبعا يعني الكلمه لما يطلقها او ينطق فيها الشاعر خاصه لما يكون في مواجهه الجمهور تكون مثل الطلقه اذا صحيح. طلعت ما رجعت صحيح. هل في شعراء فعلا ممكن يستخدم الشعر احيانا لمواجهه او لمو... لمهاجمه الاخرين خلينا نقول ارسال رسائل مبطنه عن طريق ابيات الشعر ممكن ان, إن هذا يكون خط لأحد الشعراء يستخدمه للشهرة أيضا؟ في السابق أعتقد كان موجود هذا الشيء لأن الشاعر كان يعتبر هو شاعر القبيلة أكثر من يكون شاعر مجتمع في السابق جدا يعني نعم أعتقد أن في العصر الحديث وجود القانون يعني سيطر على هذا الموضوع يعني لأن أنت ممكن تكتب تهجو شاعر معين يرفع عليه قضية وبالتالي يعني تخسر يعني أشياء واجد يعني ممكن حتى تنسجن يعني فبالتالي يعني ابتدت تذوب هذه هذا الموضوع يختفي هذا اللون من الشعر هي نعم. موجوده بس مش الهجاء بمعناه يعني موجوده اللي هي في شعر القلطه يعني ممكن يكون في رسائل خفيه بين شاعرين موجودين مع بعض نعم يعني ايه هذه موجوده يرد اي لكنها مبطنه الأخر؟ مبطنه غير واضحه يعني نعم لكن اليوم انت لما تهجو انسان او شخصيه في المجتمع أو شاعر باسمه الحقيقي أعتقد أنك ستتعرض للعقوبة يعني. نعم. فهذه ردعت كثير من الشعراء فبدأ يختفي هذا النوع من الشعر نعم الشاعر الشعبي بالذات يتأثر في بيئته يعني دائما يتأثر في محيطه في, في البيئة المحيطة في العادات والتقاليد اللي هو عايش بينها أجمل نوع يمكن من الشعر هو النوع اللي يبين إنعكاس البيئة يعني أنا ممكن أتعرف على بيئة هذا الشاعر عن طريق القصيدة والمسميات اللي يذكرها في هذه القصيدة والشعر يحتوي على مفردات قيمة يعني ممكن يعلم الناس الإنسانية المروءة الشجاعة لكن بالمقابل الناس أغلبها تحب الشعر العاطفي تميل آه. للكلام العاطفي خلينا نتكلم عن الحالتين بما أن الشعر ممكن يعطي الحالتين شوف يعني يمكن اللي الناس اكثر ومتداول اكثر والشعر العاطفي لان لانه يعبر عن احاسيس الناس صحيح فالشعر يعني قصيده عاطفيه واحده واغنيه زين واحده تعبر عن كل واحد يعتبر أنها تعبر عن نفسه يعني حتى ممكن يبعثها برساله الى يعني الطرف الطرف الاخر يعني وكانها تمثله شخصيا يعني فبالتالي الشعر العاطفي اكيد انه يكون لنصيب الاسد في تقبل الجمهور له يعني لانه يمثل حاسيسهم صحيح. بالنسبه للشعر الوطني طبعا يمثل بعد ايضا المجتمع ككل يعني اليوم لما تكون اغنيه جميله ووطنيه وناجحه ترفع من الهمم وتحبك اكثر و وتنمي الولاء والوطنيه للكل وترفع من معنوياتهم فمهم جدا الحماس بزضر بزضر بالضبط فالشعر نقول يقدر يحمل رسائل مباشره مثل ما ذكرنا قبل شوي يعني من من العصور القديمه واحنا نقرا الشعر اللي يحث على الشجاعه وعلى المروءه وعلى الاخلاقيات وكل هذا عشان كذي انا كنت دائما اقول ان الشاعر يتاثر في البيئه اللي حواليه يعني مثلا لو كان في حاله حرب فقصائده راح تكون في هذا المنحنى واذا كان في حاله السلام وال فيمكن يتجه للشعر العاطفي، فالشاعر يتنقل ما بين كل هذه الحالات في احاسيسه. بس قبل كان طال عمرك هو وزاره الاعلام، هو كل شيء، نعم. ما عندهم، ما عندهم تلفزيون، ما عندهم صحيح. صحف، ما عندهم مغردين، ما نعم. عندهم يعني وزراء خارجيه، ما عندهم يعني في الشاعر موجود، فالشاعر يعني كان هو مهمته ينصح، مهمته يكتب للقبيله، للعاطفه، لكل شيء. صح اليوم لا، يعني في اشياء منابر ثانيه تغنيك عن كل هالاشياء، فاصبح تخصص الشاعر اكثر يمكن لاغاني وطنيه، عاطفيه، انسانيه اكثر من اي شيء اخر. نعم، ابو فهد خلينا نتكلم عن برامج المسابقات. في السنوات الأخيرة صرنا نشوف هذه البرامج منتشرة بشكل كبير هي خاصة بالشعر مثل طبعا البرامج المشهورة عندنا شاعر المليون وشاعر العرب شاعر الراية إيش كثر هذه النوعية من البرامج فعلا قدرت توصل شاعر حقيقي للجمهور وولدت تنافس نقول بين شعراء حقيقيين في السابق يعني كانت الصحافه التقليديه تقوم بهذا الدور يعني مثل تكلمنا قبل شويه عن المطبوعات الشعبيه كانت هي المكان اللي من خلاله تتبنى المواهب الجديده وتطلقهم كنجوم. بعد الاعلام الجديد انتهت الصحافه الورقيه فما عادت قادره على التاثير يعني. في الاعلام الجديد السوشيال ميديا غير قادره على التتويج يعني ينقصها التتويج هي عندها كل شيء تعرض للشاعر بالضبط. كل شاعر عنده حسابه، عنده متابعينه، ممكن يجيك واحد عنده متابعين مليون يسوي لك ريتويت توصل الى اكثر والى اخره أه. يعني فتوصل انت. والتفاعل مع الجمهور وتفاعل حاضر مع الجمهور، كل هذه الاشياء ممكن بالضبط. تحققها لكن ينقصك التتويج، يعني بالضبط. عمرك سمعت يعني موهوب يقدر يتوج نفسه ما يقدر يتوج، فانت بحاجه الى اوسكار يوزع الجوائز ويوزع المراتب ويوزع الدرجات ويقول هذا افضل شاعر هذا نعم. اللي يليه هذا اللي وراه. منصات تتويج انفقدت في الاعلام الجديد وين مكانها صار البرامج هذه مثل برنامج شاعر المليون ولا برنامج شاعر العرب او برنامج شاعر راية اصبح لا. كمنصه هل المنصه هذه هي قادره انها تختار هالمواهب وتعمل هالمسابقه وتنتقي فيهم الاجمل فالاجمل في لين توصل للمحطه الاخيره وبالتالي تقول هذا الاول هذا الثاني هذا الثالث لما تقول هذا الأول هذا الثاني يأخذ صفة النجومية ويكون من شاعر غير معروف يصبح شاعر نجم صحيح. ومهم وينافس زملاء النجوم الشعراء الموجودين نعم. هذه هي مهمة البرامج الموجودة اللي ذكرتهم قبل شوية يعني. نعم أبو فهد أيضاً العام الماضي أنت شاركت في تنظيم برنامج شاعر الراية فهل فعلاً من خلال تجربتك لاحظت أن هذه البرامج فعلا تختصر طريق لمواهب كان يحتاج انه يتعرف عليها الجمهور يسمع شعرها الحقيقي وشلون كان ايش كثر كان صعب انك تقيم شاعر ومتسابق واقف قدامك وامامك عدد كبير من المتسابقين. بالتاكيد هذه البرامج مهمه جدا 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 يعني لابراز المواهب هذه الموجوده. و يعني لا انت يعني ما حتحس بحرج وانت تقيم لان المفروض انك تكون انت يعني لطيف في تعاملك مع الشعراء كلهم، بس بالاخير الدرجه انت اللي تحطها هي اللي راح تحدد صحيح يعني آه مين الشعراء اللي حيتاهلون المراحل اللي وراها. فما كان في حرج ان انت تتكلم معاه بشكل يعني مباشر ايه مباشر وبسيط وعفوي وبالاخير تحط الدرجه اللي يستحقها. آه لا هذه برامج مهمه جدا في ابراز الشعراء والنجوم واعتقد كان برنامج شاعر رايه يعني في النسخه الاولى كان برنامج ناجح جدا وحظى بشعبيه كبيره واحدث تفاعل مهم جدا نعم. وقدم مجموعه كبيره من الشعراء الجميلين يعني سواء اللي فاز فازوا في المراكز الاولى وحتى اللي طلعوا من بعض المراحل البرنامج واعتقد انه كان من الكويت اللي حصل المركز الاول اللي هو الشاعر مزيد الوسمي واعتقد استضافه التلفزيون الكويتانيه عمل وعمل له سهره بعد البرنامج الكل استضافه واصبح يعني اليوم من اهم النجوم الموجودين طبعاً. على ساحه الشعر، الشعر ما نختلف على أن في شعراء موهوبين ويستحقون ان يكونوا نجوم ويمكن حتى ما حالفهم الحظ أن يدخلون مثل البرامج هذه ويمكن حتى سقط سهوا يعني نعم. يعني شاركوا بطريقه او باخرى ما قدر يوصل ل الحظ نعم. الفرز النهائي يعني. انا من خلال متابعتي لبعض الكتابات في يعني تويتر مثلا اشوف يعني في شعراء جميلين رائعين يستحقون انهم يكونون نجوم يعني يكتبون بشكل مذهل ولا يقلون عن النجوم السابقين يعني ويمكن بعد بشكل اكبر يعني بشكل اكثر يعني موجودين ليش؟ لان اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي الجديده اصبح من السهل انك تشوف يعني كم كبير صحيح. ما كان ممكن تشوفهم قبل الله عبر رساله ورقيه تفتحها وتشوف الرساله وتقراها ممكن دز رساله يمكن ما دز رساله هذا الامكان عبر حسابه يغرر ويوصلك بطريقه او باخرى فاليوم احنا قادرين نشوف كم كبير من من الشعراء والشاعرات الموجودين سواء كانوا في الكويت او خارج الكويت بالعكس يعني انا اشوفهم يعني آه يعني شعراء جميلين ويمثلون مرحله مهمه من الشعر نعم ينقصهم فقط التتويج يعني نعم عشان كذي نشوف هذه البرامج تهافت عليها الشعراء ان يشاركون فيها ويقدمون اعمالهم واشعارهم على اساس يوصل لهذه النجوميه صحيح في يوم ما لكن مفهد لو انتقلنا الى مرحله ما بعد النجوميه بعض الشعراء اذا حس انه حقق النجاح في بعض نقول محطاته أو في مرحلة ما يسمي نفسه أو ينعت نفسه أن الشاعر الأهم الأشهر ويصرح فيها فهل فعلا أستاذ ناصر فعلا ممكن الشاعر يشعر بالغرور في محطة ما في حياته والله شوفي هو الشاعر يعني حتى لو شعر بالغرور يحق له يعني إنه يشعر بالغرور يحق له يعني بس الغرور الحميد يعني يشعر بأنه شاعر مهم، نعم. براحته يعني يستاهل. آه لكن إنه يقول أنا أفضل شاعر، أنا أهم شاعر. أقول هذا مو مهم إنك مم. تقول عن نفسك أنت أهم شاعر ولا أنت أفضل شاعر. المهم شو يقول الجمهور هذا المهم مهم بالنسبة لي نعم. أنا كشاعر ولا لأي شاعر آخر. إن الجمهور يقول لا فلان هو أهم شاعر، فلان اللي يجي بعده. مو أنت تطلق على نفسك أنا أهم شاعر يعني. فأنا أعتقد إنه من حق الشاعر إنه يكون مغرور لكن به حدود. معقوله ويسمون الغرور الحميد يعني جميل أه ومثل تذكرت قبل شوي أن مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي قل النشر الورقي يعني إحنا لاحظنا انتهى. هذا الشيء طبعا ونقول انتهى ايش كثر البرامج اللي إحنا تكلمنا عنها اختصرت على الشعراء إنه يتواصل مع الجمهور من خلال انتاجهم وكتاباتهم يعني غالبا السوشيال ميديا تعرض القصائد لكن هل فعلا بامكانها صنع شعراء مبدعين عن طريق السوشيال ميديا ابدا الا اذا كانت في منصه في السوشيال ميديا مهمتها الفرز والتتويج وهذه ما هي يعني موجودة يعني نقدر نشوف مجله المختلف ممكن كتطبيق على, كتطبيق بضبط بضبط على او اي ميديا شيء اخر يعني يمثل منصه لتتويج ما فكرت و... تسويها؟ والله في فكره ان شاء الله احنا نعم يعني قاعد ان شاء الله من زمان الفكره هذه موجوده يمكن حتى كانت اقتربت كثير قبل كورونا وبعدين اجلناها وبعدين صار فيه شويه اهتمامات اخرى يعني لكنها موجوده وقريبا جدا ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله على اساس تكون هي الحكم في هذا العالم إن شاء الله. الكبير إن شاء الله. آه للحكم بين الشعراء إن شاء الله. وابو فهد نبي ننتقل الى الحديث عن العلاقه الخاصه والوطيده اللي تجمعك بالامير بدر بن عبد المحسن وايضا عملك كمستشار في مؤسسه الامير بدر بن عبد المحسن الحضاريه كلمني عن هذه التجربه يعني يمكن هذه هديه ربانيه مش <applause> <وش> تجربه يعني <applause> الامير بدر يعني علاقتي فيه انا يعني كنت احب شعره <applause> ولما انا اشتغلت في جريده السياسه ايامها ومسكت الصفحه الخاصه بالشعب بجريده السياسه كنت انشر قصائد الامير بدر لمده يمكن ثلاث اربع سنوات والكل ما كان يعرف انا كيف كنت احصل على هذه القصائد يعني يعتقدون يعني انه كان لي علاقه مع الامير وانا ما كنت اعرفه ابدا فكنت شلون اخذ القصائد من خلال الاغاني يعني اغاني عبد المجيد اغاني محمد، اغاني لا. اي فنان اخر مغني للامير بدر وافرغ الاغنيه واخذ القصيده وانشرها عندي في الصفحه ايامها، ليش انشرها؟ لان ابي الشعراء يشوفون وين واصل الشعر؟ شلون شكل الشعر الجميل؟ ويبدون يكتبون يعني انت بحاجه الى نموذج يعني هو كان نموذج ولا زال هو النموذج الاهم بالنسبه للشعر العامي. فترة ثلاث اربع سنوات كنت انشر له وما التقينا يعني. بعدين في صديق مشترك يعني اخذ كل هالصفحات هذه اللي كنت انشرها وراح وراها لاميرنا هذا شخص بالكويت وقاعد ينشر لك ومن غير ما يلتقي فيك وكذا والى اخره وبعدين التقيت انا وياه فنشأت هذه العلاقه لان يعني علاقه علاقه اعجاب يعني كبيره ومهمه بالنسبه للشخصية او ايقونه الشعر انا اسميه الامير بدر بن المحسن بعدين العلاقة تورطت أكثر وأكثر وأكثر وأصبحنا يعني أصدقاء وأخوان وتأثرت بهذه الشخصية العظيمة اللي نعم. انعكست علي في ثقافتي بشعري في يعني يعني أنا استفدت كثير من الأمير بدر من خلال تجربته الإنسانية والشعرية الجميلة يعني نعم أبو فهد هل شعرت أن هناك فعلا مواهب شعرية حقيقية ما وصلت للجمهور اعتقد يمكن اغلبهم من النساء يمكن ما حالفهم الحظ ان يكونون مشهورات في هذا المجال لان الرجال هم الابرز في هذا المجال ولا لا ولا انا غلطانه لا يعني ما اعتقد ان يعني يمكن يكون الكم الواضح بالنسبه للجمهور يعني غالبيته فعلا من من الرجال يعني لكن انا اطلعت على تجارب نسائيه رائعه لا تقل جمال عن يعني الرجال يمكن ضاهيهم يعني اتذكر منهم مثلا الله يرحمها الشاعر الكويتيه عابره سبيل يعني الله يرحمها آه 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 في شاعرات غنائيات بعد ايضا آه قدموا اغاني جميله آه في شاعرات انا اقرا لهم بتويتر يعني يكتبون بشكل جميل ورائع يعني آه انا اعتقد ان الان يعني اصبح الجو ملائم جدا بالنسبه للشاعر انا تقتحم مجال البرامج الشعريه نعم وتقدم نفسها جميل والدك ايضا رحمه الله عليه كان شاعر فهل انت تاثرت فيه وابي اعرف هو شنو كان رايه في شعرك طبعا هي علاقه غريبه يعني والعلاقه الى الان موجوده يعني انا قبل كنت استغربها بس هي الى الان موجوده الله يرحمه. الله يرحمه. آه والدي انا عمري ما سمعت قصيده ولا عمري استمعت منها الا قصيده يعني. صحيح. أي صحيح. آه ليش ما ادري؟ آه لكن بعدين عرفت يعني مثلا عندي آه يعني عيالنا يعني يكتبون شعر حلو يعني. اقرا لهم بتويتر بس هم ما عمرهم سمعوني شعر مع ان انا يعني يعني بالنسبه لهم ان يعني اهم شخص ممكن يسمعونه شعر يعني يقول رايه بشعرهم يعني بس ما يسمعوني. وانا ما عمري قلت لهم سمعوني، او اقرا لهم واعجب في اللي يكتبونه يعني. هي يمكن تكون عادات موجوده، لكن والدي انا فعلا عمري ما ما عمري سمعته يقول شعر لي، ولا عمري سمعته قصيده لي. للامانه اجابه غريبه جدا، لكن اكيد هو كان شاعر مميز مثل ما انت كنت مثل ما انت حضرتك شاعر مميز، بس اذا حبيت اعرف أكبر حلم موجود عند الشاعر العراب ناصر السبيعي حاب أن يحقق على أرض الواقع لخدمة الشعر والشعراء شنو هو؟ يعني حلمي الآن هو مواصلة تصدير النجوم يعني هذا هذه يمكن شغفي بالشعر أنا أنا عندي شغفي بالشعر أهم من شيء آخر يعني عمري ما نظرت للمردود المادي في هالموضوع هذا يعني لكني أشعر بانتصار ونشوة لما أحس أنه نحن قادرين نقدم نجوم جدد يعني دائما نعم. انقطعت هذه الـ الـ انقطع هذا العمل بعد توقف المجله يعني نعم. والصحافه الورقيه الين دخلنا في برنامج شاعر رايه واللي من خلاله الحمد لله قدرنا نقدم مجموعه من الشعراء صحيح. الجميلين الرائعين يعني اتمنى هذا حلمي انه يستمر هذا الموضوع ان كل مبدع موجود الان يعني في وسائل التواصل الاجتماعي موجود الان وشاعر ويستحق ان احنا نساهم معه في اعطاء حقه وابرازه كنجم موجود. نعم. اخر سؤال قبل ما اختم ابو فهد ابي اتكلم عن القصيده الوطنيه. ايش كثر هي مهمه وايش كثر انت تحب تدعم هذه الاغنيه لكل الشعراء؟ انا طبعا انظر للاغنيه الوطنيه هي الاغاني اللي تبقى يعني عندنا اغاني كويتيه الى اليوم يعني سمعناها احنا صغار صحيح والحين نس... للحين نسمعها احنا طلعنا ما زالت في الذاكره طلعنا من باب السور انا بيرقل الخليجي صحيح. كثير من الاغاني الوطنيه الجميله لا زالت موجوده عندنا انا اعتقد ان هذه الاغنيه الوطنيه المفروض يشتغل عليها الواحد عشان تطلع بهذا الشكل الجميل الخالد مثل ما موجود اغاني يعني في عند اخواننا في دول الخليج يعني ايضا وقعدت 40 سنه و50 سنه ولا زالت موجوده لان الوطن يستحق مثل هالقصائد مثل الاغاني هذه نعم. لكن ان مجرد انك تكتب للوطن قصيده ولا تتغنى له اغنيه وثاني تنسمع بنفس اليوم وثاني يوم تنسى وما حد يسمعها ما اعتقد ان انت يعني كافات الوطن وقدمت له شيء يستحق يعني نعم الشاعر الكبير والعراب ناصر السبيعي شكرا على حضورك اليوم اسفرت الليله بوجودك وشكرا على الديوان اللي اهديته للبرنامج إن شاء الله ما قصرت وان شاء الله نتمنى لك التوفيق ونشوف مثل هذه البرامج اللي تدعم الشعر والشعراء مستمره وباذن الله يتحقق حلمك في وضع منصه خاصه للشعراء تستاهلون طبعا كل الدعم وكل الشكر لك مشكوره وانا اللي اقول يعني انتم اللي مشكورين واحنا اليوم في كلا. يعني مبنى وزاره الاعلام تلفزيون الكويت اللي هو دائما الداعم الحقيقي للشعر والابداع والفن وان شاء الله تستمرون بهذا التألق والجمع بإذن الله شكرا لك وشكرا لكل من تابع حلقة اليوم نلقاكم إن شاء الله في أسفرت في حلقات أخرى وضيوف أكثر مع السلامة <applause>